تعددت الألوان والأعراق والألسنة بتعدد البلاد والشعوب، فاختلفت العادات والتقاليد عبر دول العالم الإسلامي التي يعيش فيها أكثر من مليار نسمة في شتى قارات العالم. ولرمضان في باكستان مذاق خاص، فتبدو أجواء رمضان جلية في الشارع الباكستاني بالأزياء المحتشمة التي ترتديها جميع النساء. ومن عادة السيدات الباكستانيات تغطية الرأس عند سماع الأذان حتى لو كانت المرأة غير محجبة، كما تمتنع النساء عن ارتداء الملابس الزاهية المزركشة حتى رؤية هلال شهر شوال. ويعد برامج الإفطار الجماعي من أبرز ما يميز السلوك الاجتماعي في باكستان خلال شهر رمضان، وقد يكون برعاية مؤسسة خيرية تحرص على تقديم الطعام المجاني للفقراء ومساكن طلاب الجامعات أو المدارس الدينية المنتشرة مع كل مسجد تقريباً، أو برعاية أحد الأثرياء. لا يفطر عامة الباكستانيين دفعة واحدة لحظة الإفطار، بل يتم تزيين المائدة الرمضانية الباكستانية ببعض المأكولات الخفيفة يفطر عليها الباكستانيون ليبدأوا بالوجبة الأساسية في توقيت ما بين صلاة المغرب والعشاء. ومن أهم الوجبات الخفيفة التي يفطر عليها الباكستانيون هي الباكورة وحلوى الجليبي والسمبوسة، وتعد السمبوسة الباكستانية على شكلها المثلث المعروف، ويصنع غطاؤها الخارجي من عجين القمح مع إضافة بعض البهارات، وتحشى بلحم الدجاج أو العجل أو البطاطا. وتكون وجبة الإفطار مع بساطتها مناسبة اجتماعية مفعمة بالوئام والإيمان، تكاد بعض الأسر لا تجتمع إلا عليها طوال العام، ويدعى لها الأصدقاء والأقارب ويتبادل الجيران الإفطار، حيث تشاهد الصحون مع الأطفال قبيل الإفطار فيها حبات من التمر وتشكيلة الإفطار المعتادة ليعود الصحن في اليوم التالي بالمثل ودون تكلف. وما زال المسحراتي يقوم بدوره التاريخي التطوعي، ومعه الطبلة التقليدية التي يعلن بالدق عليها عن قرب وقت السحور، بينما يتناوب سكان الحي في تقديم السحور له ويتقاضى أجرته من زكاة الفطر في آخر الشهر.